من البربير انطلقوا وإلى أمام السرايا الحكومية في رياض الصلح وصلوا رافعين شعارات تطالب بحقوق العمال في عيدهم، من دون أن ينسوا في خطاباتهم أن يحيوا جهد هيئة التنسيق النقابية ونشاطها في هذا الإطار. رئيس الحزب الشيوعي منظم هذه التظاهرة كعادته في كل عام توجه بكلمته إلى الطبقة السياسية وإلى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من دون أن يسميه. لستم أحلالاً في الاقتصاد، فأنتم لستم أحلالاً في السياسة. تنتظرون اليوم أن يصنع لكم رئيس في الخامن وتتركون لبنان فارغاً من الوجود السياسي ومن وجودكم. فمطالبة هيئة التنسيق النقابية هي حق طبيعي لكل اللبنانيين، ليس للموظفين والمعلمين فقط، بل أيضاً للعمال. وهنا نقول لذاك الذي تبجح بالأمس وادعى أنه سيف ولا هيئة التنسيق، أنك بالأحسن الأحوال سيف صدي. اذهب وطالب بحق الطبقة اللبنانية، الطبقة العاملة اللبنانية، بزيادة 22%. أول مرة بتشارك باللوحدة؟ لا، من أول، من عمر 10 سنين لهذا وراح نضل. وشيوعي شيوعي شيوعي شيوعي، هيدا على روسي، هيدا خبزتنا الكيفي، هيدا خبزتنا الكيفي اليوم. هيدا أكبر عيد بلبنان كله صباح، لكن أكبر فخر لنا على روسنا. هيدا إحنا ما عندنا شيء بعد. حيخلوا لك الخبز برأيك؟ نعم. حيخلوا لك الخبز؟ لا، ما فشروا. لا، وإن شاء الله بنخلص بقى من الطائفية اللي عندنا موجودة بهالبلد، بحقق العمال مطالبهم وحقوقهم، بحاجة يمطلوا فينا، شبعنا. في أمل بهالنهار؟ إيه طبعاً، في بيدة خير. يعني بعد هالحراك اللي صار من هيئة التنسيق النقابية، عندنا أمل كبير إنه هالحراك يحرك هالمستنقع، وبلكي هالفقرة هاو بيصلون شيء والحيتين هالميل هاو. هل أنت منزل ابنك تشو تقول؟ حتى نبلش يعني مثل بيقولوا إنه نفرجي الواقع من هلا، ونفرجي هذه الطبقة السياسية الموجودة بالبلد. هلا بدك تفرجينا ابنك هالشيء؟ ايه، لانه مثل ما في غيرنا عم بيربون على المذهبيه والطائفيه والتعصب الطائفي والتعصب المناطقي، نحن نبلش نفرجيه من هلا انه على الانفتاح والوطنيه عم يبكي ابنك وقت يشوف؟ لا ابدا، لا ابدا. من وين جاي هلا؟ من عرسال. من عرسال؟ لمنين انت تحت؟ انتو شو تركين شغلكم؟ يعني تركين شغلنا وجاي، لانه هذا عيدنا، عيد اللي بيشتغلوا وبيكدحوا وبيعرقوا، وهذا بيجمع كل الناس، لا دين لا طائفة لا. عندي بكاب بنقل فيه حجار، بتركوه بيجي على العيد. في غير نهار بتعيد ولا بس هالنهار؟ لا لا، بس هالنهار، هذيك العيد مالي عليها فيها. وانت شو كمان؟ عندي مؤسسة تجارية، ولكن بهذا النهار هذا العيد الوحيد اللي بعطل فيه. انتهى الاحتفال وانصرف الحضور كل إلى منزله، فالأربع والعشرون ساعة ستمر، أما المطالب فإما أن تدار لها الظهور، وإما أن تسلك طريقها إلى التطبيق وتشفي غليل عمال لبنان.